السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك عبد العزيز حسن من موقع خدماتو دوت كوم. متنسوش تتابعونا على الموقع عشان تشوفوا الجديد اللي منزله. متنسوش تدعوا لنا يا جماعة، دعوة أهم حاجة بالنسبة لي. طيب، هنتكلم النهاردة على توبيك مهم جدا جدا، هو ازاي لو أنا عندي كذا جو روتين أخلي، عذرا، عندي كذا تشانل أخلي تشانل تقفل التشانل التانية. بنبقى محتاجين كده، يعني بتبقى في تشانل بتبعت داتا، تمام، يعني بتبعت داتا لحته تاني، وفي لحظه ما في الداتا دي انا عايز اقوم موقف التشانل دي. ازاي نعمل الكلام ده؟ طبعا احنا الدرس اللي فات عرفنا ازاي نعمل كلوز للتشانل، تمام، بس في تكنيك تاني، تمام، ان انت توقف الدنيا كلها، وخصوصا لو عندك كذا تشانل، طيب يعني عندك 3 4 تشانل توقف الدنيا دي كلها، تمام، من خلال التكنيك ده. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده بيتعمل ازاي. بصوا، هو الموضوع فعلا كومبلكس، فانت روق كده ومش عارف، ممكن تجيب شاي قهوه واقعد اتفرج كده وافهم الموضوع ماشي ازاي. طيب تعالوا نروح للجول اند. طيب واحده واحده، اول حاجه هنعمل تو شانلز، تمام، سي هنسميها سي مثلا، وسي ده اليك شان، وهيبقى انتجر، وناخدها برضو هي كوب فيست. طيب بس هنخلي دي رايت مثلا، ونخلي دي بولين، بولين عشان لما نيجي نديها مثلا فولس تبقى خلاص. طيب طيب هنبدا نعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنبدا نعمل جو روتين عادي خالص، جو فانكشن، جوه الجو روتين ده نعمل مثلا لوب. هنلوب مثلا 100 مرة، تمام، والله هنا في ام تي دوت ترند تلن الاي، تمام. طيب بقى مش هنعمل طبعا هنا اللي بعمل ده، المفروض في السي هنبعت الاي بتاعتي، تمام. طيب لحد دلوقتي كده احنا زي اللي عملنا الدرس اللي فات عادي جدا، مفيش مشكله خالص، مجرد لوب وحطينا الفاليو في الاتشر، تمام. طيب انا باجي هعمل كونديشن صغير، قلنا اف ان الاي ايكوال مثلا 50، انا عايز اوقف عند 50، هقول هنا حط لي فاليو في الكوايت، كوايت بعت لي فيها فاليو، خليها مثلا ترو مثلا، خليها فولس. طيب لحد كده تمام، اذا احنا كله فاهمينه ازاي نبعت فاليو في التشانس، تمام. طيب هنعمل بقى فانكشن تاني، وممكن نعملها هنا بس خلينا نحطها في فانكشن احسن. ماشي، خلينا نعمل هنا دلوقتي عشان ما نلخبطش الدنيا او الدنيا توزع مني قوي. هنعمل فور اللي هي انفينيتي لوب، يعني انا مش هوقف البرنامج ده غير لما شويه كونديشنز تحصل، تمام. فانا هعمل هنا فور، تمام، وهروح هنا اختار حاجه اسمها سيلكت، في حاجه اسمها سيلكت، تمام، سيلكت دي، وهبدا اختار هنا كيس، هقول له هنا كيس ايه؟ كيس السي، لا عذرا، الاكس هتاخد فاليو من السي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. طيب فانا عندي هنا ايه؟ السي هنا الاي هتبعت للسي فاليو، تمام، وعندي هنا السي لما هتجي لها فاليو هتقوم بعتها للايه؟ للاخ اللي اسمه ايه؟ اكس ده، تمام. طيب لو الاكس ده فيه فاليو، مش عارف، ايوه اكس كده، اكس عشان هو مش متعرف قبل كده، فعشان كده انا عرفت دلوقتي، تمام. هو كان جايب احمر عشان هو مش عارف ايه اكس ده، ده متغير، تمام، فانا لازم اعرفه كده. لو في فاليو جت في الاكس هنقول هنا مثلا اف ام تي دوت برنت لين، اضرب لي الاكس مثلا في 10، تمام. طيب وهاجي اعمل كيس ثانيه بقى، كيس ان، تعال مثلا نقول هنا كوايت على طول بالشكل، لو الكوايت جايبه فاليو، يعني لو الكوايت دي جايبه فاليو، هنقول هنا ايه؟ ريتيرن. بس قبل ما نريتيرن هنقول هنا اف ام تي بي دوت برنتلين وي ار اكزيت، او ذا بروجرام از اكزيت، ذا بروجرام از اكزيت. طيب احنا هنشرح طبعا، انا متاكد ان دي اتلخبطت بس هنشرح، بس تعال نشوف الاكسكيوشن ده عامل ازاي.
لاحظ ان انا مش عامل ايه تايم، مش عامل تايم سليب ولا اي حاجه، انا سايب الدنيا زي ما هي. تعال نعمل راوند دلوقتي. بصوا اللي حصل بقى، واحده واحده. هو جاب لك صفر تمام، يعني اول ما اللوب دي بدات تمام راح بعت الفاليو في السي، يعني الاي بعت الفاليو في السي، فاللوب دي شغاله تمام، اللوب دي شغاله تمام، والسيلكت دي شغاله. فبدات تشوف في الكيس دي هل السي فيها فاليو؟ السي راح جت فاليو اللي هي صفر هنا تمام، فراحت ايه حطها في الاكس، قالت لها خدي اكس انا جات لي فاليو اسمها ايه صفر، فراحت الاكس ضربها في 10 فادتني ايه الصفر الاولاني تمام. اللوب الثانيه يعني دي عدت رقم صفر اخذت رقم واحد تمام، طيب رقم واحد راحت رقم الاي اللي هو رقم واحد راح للسي، فراحت جت هنا يا سي راحت بعتت لي اكس خد يا اكس انا معايا رقم واحد، راحت اكس رقم واحد ضربته في 10 فطلع لي الايه الاخ 10 تمام، وهكذا فضل يلف 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 لحد ما وصل بقى ايه رقم 50 تمام. احنا قصتنا هنا في 50، طيب 50 لما وصل اللوب دي 50 يعني الاي بقت 50 طيب، فراحت بعت الاي للسي 50 فراحت جت هنا تمام. طيب يا سي انا معايا 50 دلوقتي يا سي اكس خدي، السي راحت قالت لي الاكس خدي 50 اهي تمام، راحت ضربت 50 في 10 فادتني 500 تمام. طلعت هنا بقى معايا 50 لحد هنا صح؟ طيب بدأ الكونديشن ده يشتغل، الاي دلوقتي بتساوي 50، فرحت انا باعت فاليو في الكوات او الكويت تمام. جت هنا بقى دي اشتغلت، ما دي شغاله لوب شغاله شغاله اللوب دي شغاله 24 ساعه هوب 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 شغاله شغاله تمام. طيب جت قالت لك اه ده لحد الكويت جت او الكويت فيها ايه؟ جت فيها ايه؟ جت فيها فاليو. طيب الكويت جت فيها فاليو، ايه اللي يحصل؟ اطبع لي ان انت عملت اكزيت للبروجرام وريتيرن خلاص، اخرج لي بره البروجرام بتاعك، اخرج لي بره الروت بتاعك تمام؟ وبالتالي الدنيا كلها وقفت خلاص، كل حاجه وقفت تمام؟ ده طريقه ان انت لو عندك كذا تشانل بتاخد فيهم فاليوز تمام؟ وعايز تهندل شويه لوجيك بيزد على الفاليوز دي، يعني مثلا ممكن هنا نيجي نقول هنا نعمل تشانل ثانيه خالص نسميها مثلا ايه 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 ماي ايج مثلا، وده هيبقى انتجر تمام. واجي اقول هنا كونديشن اف ان ال الاي ايكوال ايكوال 33، روح على الشانل اللي اسمها ماي ايج او ابعت الاي في الماي ايج تمام. هاجي هنا بقى اعمل كيس جديده للماي ايج، كيس لو الشانل اللي اسمها ماي ايج جابت فاليو يعني بقى فيها فاليو اف ام تي بي دوت برنت لين يور ايج از، تعال بس اعرف فاريبل هنا مثلا نقول مثلا هنا ام مثلا تمام. تعال نرن، تعال نطلع فوق سيكا اهو، اول ما جالك 33 قال لك ماي ايج از 33 وهكذا. تقدر تهندل لو عندك شانلز كتير جدا تقدر تهندل بقى كيسز هنا، الكيس دي في الشانل دي تعمل كذا، في الكيس دي الشانل تعمل كذا، وتعمل شانل انت تخرج بره اللوب اصلا تمام، لان دي لوب دي لوب لوب قايمه كل شويه بتلف تلف تلف تلف، فانت عايز في لحظه ما تخرج فيها، لو انت طبعا عايز تخرج طبعا، بس اكيد في لحظه ما عايز تخرج بره اللوب دي عشان الدنيا ما طلعتش منك، فتعمل ريتيرن هنا وكويت تمام. تبعد تعمل الشانل، الشانل دي وظيفتها ان هي توقف اللوب دي خالص، خلاص انا خلصت خلصت البروسس بتاعتي، فانا عايز اخرج بقى خلاص بره الكلام ده كله، فعامل هنا كويت او كويت مش عارف ليه بقول كويت دايما، بس هي كويت يعني اسمها كويت، كويت دي اللي هي هاديه او سايلنت زي ما بيقولوا، بس هي كويت. ف لما اجي اعمل كويت هخرج بره اللوب بتاعتي. لاحظوا هنا ان انا ما عملتش سليب تايم سليب لان انا عندي لوب، اللوب دي لوب عاديه بتفضل تلف، اول ما هتقف اللوب البروجرام هيقف، يعني اول ما اللوب هتقف خلاص هو عمل يعني حتى اخر حاجه اتنفذت ذيس بروجرام از اكزيت اللي هي اخر حاجه في اللوب، او قبل ما يعمل ريتيرن، اول ما عمل ريتيرن البروجرام وقف تمام. فانا هنا مش محتاج ان انا ايه ان انا اعمل تايم اوت او اعمل سليب للبروجرام عشان الفاليوز تتباص تمام. اعتقد الموضوع بسيط، يعني هو بسيط انا عارف ان هو معقد، بس انت لو بصيت واحده واحده معايا على الكود وركزت في اللي انا قلته هتلاقي الموضوع بسيط تمام. واحنا زي ما قلت لكم الدروس ماشيه برتم معين بحيث ان الدنيا تبقى بسيطه وتوصل لكم الموضوع واحده واحده. طيب دي طريقة لو انت عايز تهندل لوجيكس معينة بيزد على التشانلز، يعني لو انت عندك شوية تشانلز هتاخد فيهم شوية فاليوز وعايز الفاليوز دي تاخد منها الفاليوز بتاعتها تطبق عليها شوية لوجيك
تمام، يعني في الفاليو الفلانيه اعمل كذا، في الفاليو الفلانيه اعمل كذا، في الشانل الفلانيه، في الفاليو الفلانيه اعمل كذا. تمام، بس ده كان بالنسبه لدرس النهارده. ماشي، اشوفكم الدرس الجاي. ما تنسوناش بالدعاء يا جماعه، الدعاء الدعاء. سلام.